وخفت أمامكم مجلسكم الموقر اليوم بعد أن تشرفت بتكليفي من السيد الرئيس نائباً لرئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزيراً للصحة والسكان، حيث أستعرض معكم برنامج الحكومة في هذين الملفين الهامين. واليوم أقف من جديد لأقدم لشعب مصر العظيم من خلال نوابه كشف حسابنا المائة يوم الأولى بعد التكليف الرئاسي، بالإضافة إلى المستهدف والمحقق في قطاع الصحة والسكان. اسمحوا لي أن أبدأ البيان بالعرض التالي. محتوى البيان هو مرتكزات برنامج عمل الحكومة في المرحلة القادمة، والهدف الاستراتيجي الأول كما تقدمت به الحكومة ممثلة في دولة رئيس مجلس الوزراء لمجلسكم الموقر في فترة قبل طرح الثقة على الحكومة، وهو نظام صحي يشمل الجميع. المستهدف والمحقق من خلال وزارة الصحة والسكان لتحقيق الهدف الاستراتيجي الأول، وهو نظام صحي يشمل الجميع، ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، والخطط والسياسات اللازمة والمستقبلية للوزارة، مع الاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الصحية ومشاريع القوانين المعروضة أمام حضراتكم لدعم النظام الصحي، أو أيضاً أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي عبر مشواره الطويل. فيما يخص مرتكزات العمل الرئيسية في برنامج عمل الحكومة المقدم إلى حضراتكم، من حماية الأمن القومي وسياسات مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وبناء الاقتصاد التنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، نركز اليوم على المرتكز الثاني، وهو بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته. من خلال 7 محاور وأهداف استراتيجية نحو نظام صحي يشمل الجميع، وتعليم أفضل، وتوفير عمل لائق، وتنمية عمرانية متكاملة، وضمان حياة كريمة لجميع المصريين، والاستثمار في الشباب كشركاء اليوم وقادة الغد، وأيضاً التمكين الاقتصادي وتكافؤ الفرص للمرأة في جميع المجالات. اعتمدنا في هذه الاستراتيجية على رؤية مصر 2030 والحوار الوطني والاستراتيجية الوطنية للصحة والسكان والاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية. أبدأ بالهدف الاستراتيجي الأول، وهو 3 برامج رئيسية و5 برامج فرعية. البرنامج الرئيسي الأول إتاحة خدمات صحية متميزة وتحول رقمي والاستثمار في بناء القدرات البشرية، والبرامج الفرعية كما سيتم سردها في العرض القادم. كان هناك مستهدف فيما يخص برنامج الفرع الأول، وهو تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وتقدمت الحكومة بمستهدف في سنة 26-27 أن تصل خدمات التأمين الصحي لجموع المصريين لمعدلات 85%، وأيضاً على أن يكون هناك تطوير ورفع كفاءة ومنشأ جديد ل 530 منشأة صحية لعام 26-27،